الرضا بالقليل طريق البركة والتكسير. الإنسان مطلوب إن هو اللي بيحب ربنا راضي بكل اللي يجي من عند ربنا. قال إيه؟ وكل ما يأتي من عند الحبيب حبيبه. قال له قليل منك يكفيني والقليل منك لا يقال له قليل وقليلك لا يقال له قليل. أي حاجة تجيلك من عند ربنا تبقى حلوة، وأي حاجة تجيلك من عند ربنا تبقى كتير. الإحساس ده